نعمل تحاليل وظائف كلى. خير يا دكتور، وحضرتك شاكك في حاجة معينة يعني؟ لا، أنا شاكك إن ممكن يكون في خلل في وظائف الكلى. خلل في وظائف الكلى؟ ده وارد. وارد إن يكون في خلل في وظائف الكلى من المسكنات الكتير اللي ماما كانت بتاخدها. وأنا هكتب لك على التحليل دلوقتي. أنا ماما مش حذرتك من المسكنات الكتير اللي قاعدة تاخديها عمال على بطال دي؟ ما تقلقش يا شريف، إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. ميشو. أيوة. أنت صاحي يا حبيبي؟ اتفضل يا سول. ممكن اتكلم معك شوية؟ اتفضل. اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مش جاي لي نوم خالص. كويس، عشان عايزة اقول لك على خبر حلو قوي. خير؟ انا اخدت اصعب قرار في حياتي النهاردة. قرار ايه؟ اخيرا لقيت لك العروسه اللي طول عمري بحلم بيها. هو انا فيه ولا فيه يا رسول؟ جوازي. اسمعني بس، دي بنت اسمها رحمه، جمال وشياكه ونعيله كبيره قوي. كانوا عايشين في امريكا ولسه راجعين مصر. عروسه ايه يا سولا وانا بحالتي دي؟ ما هي حالتك دي مش هتتحسن الا لو اتجوزت. يا سولا صدقيني انا وجودي جنبك كفايه. انا مش عايز اتجوز، انا عايز افضل جنبك. انا عارفه يا حبيبي، عارفه متاكده من ده، بس وحياه سولا عندك. لو بتحبيني صحيح تسمع كلامي وتتجوز عشان افرح بيك واحس اني كملت رسالتي معاك للاخر. انا هقول تقولش حاجة يا ميشو. أنا هكلم أم رحمة، هاخد معاها ميعاد عشان تشوفها بنفسك. وأنا متأكدة، أنا متأكدة إنك هتحبها زي بالظبط. خلاص بقى يا عم زيزو، احمد ربنا إن هي جت على قد كده. ما انت مش غرمان حاجة، ما أنا وشي محتاج يتظبط من أول وجديد. وشك بسم الله ما شاء الله زي القمر. وانت بس روح لحد يردولك على البرد عشان ما يحروقش. التريق، ما انت مش غرمان حاجه، ما حدش اتهمك بالسرقه. يا عم ده هشام بعت لك المحامي بتاعه بنفسه عشان يطلعك، وقال زيزو ده بريء، عايز ايه تاني؟ على راسي من فوق، بس بقول لك يا وقت الشريف وعد جلاله الله، انا بقى مش هيهدالي بال غير لما اعرف مين هو الحرامي ده. انت قلت لي مين اللي ضربك على دماغك؟ اتنين ملكمين. يا ابني ملثمين. ملكمين. حقهم يضربوك على دماغك. بص سمع ده، ما تحطش الدبل مع الخواتم. بس انا جايب لك الاثنين ملتكمين ينفخوك. وعليه رشدي جاب لي عروسه حلوه لميشو. رشدي؟ هو شغال خطبه اليومين دول ولا ايه؟ جرى ايه يا ناني؟ الراجل كتر خيره بيحاول يساعدنا في حل مشكله ميشو. يا اختي حل مشاكله هو الاول. يوه ما تبطلي انانيه بقى وانسي مشاكلك وفكري في مشاكل اللي حواليكي شويه. وانت بقى شفتيها وعجبتك؟ مش بطاله، شكلها مؤدبه وبنت ناس. الله، انت نويتي ولا ايه؟ مضطره. اعمل ايه؟ كل حاجه تهون عشان خاطر ميشو. ولو ما اتفقوش طلاق موجود، ربنا حلله الحل اي مشكله. جايب لها عروسه عشان توسع لنفسك السكه، مش كده؟ ناني انا ورايا شغل مش فاضيلك، بطلي جنان. طب اشمعنى بنت سعاد ها؟ ولا بتزحها من طريقك علشان يخلق لك الجو معاها؟ اللهم طولك يا روح. خليك مرة واحدة واضح وصريح معايا. طب قولي ناشن على مين فيهم؟ ولا ناشن على الاثنين؟ عايزك تلفي بس. مش هلف ومش رايح حتة. رد عليا. بس هوريك حاجة. مش هروح حتة يا رشدي. يلا بقى يلا بقى. هو الكلام ده فيه هزار؟ دي شهادة حق بقولها قدام ربنا.
بقول لك لفت بيه على دكاتره نفسيين اشكال والوان، وفي الاخر راحت جابت لي واحد مغمول كده يعمل له عمل. عمل؟ معقول هي بالجهل ده؟ اسمعوا مني، اعتذروا بالتليفون وخلاص، ده دماغه فكه منه على الاخر. ايوه يعني ايه فكه منه؟ يعني اللي بيجي في دماغه بيعمله كده بدون اي تفكير. بيعمله ازاي بقى؟ يعني قريب مثلا كان قاعد مع ناس حس انه حران، قام قايم قلع هدومه كده كلها ولا همه. ايه قله الادب دي؟ دي حاجه عاديه جدا بالنسبه له. بلاش. مره ثانيه كان قاعد مع واحد قال ايه ودنه عجبته، قام قايم واكلها. جماعه انا قلت اللي عندي وريحت ضميري قدام ربنا، وانتوا احرار. انا اسمك انسي وشرفتي يا هناني. ميرسي حبيبتي. حبيبتي نورتينا. ميرسي. اتفضلي. باي. مع الف سلامه. باي باي. تعالى يا اسس، انا شايفه ان احنا نعتذر لصولة دي وبلاش نروح. بالعكس بقى، انا شايف انها مصلحه جدا ان احنا نروح. انت عايز تتجوز اختك لواحد مجنون؟ يا رب يطلع مجنون. يا جماعه ده تاجر الماس، يعني فلوس متلتله، يعني هنعدي خط الفقر. انت تسكت خالص وما تتدخلش، مش كفايه ان احنا انطردنا من امريكا بسببك؟ ده بدل ما تشكريني ان انا عرضت نفسي للمخاطر لما كنت بضرب لكم فيس وخليتكم ما تحتاجوش حاجه من حد. بس يا اوسي اسكت، انا مش قادره اسمع العك اللي بتقوله ده. وبعدين جواز ايه يا جماعه اللي بتتكلموا عنه؟ انا عمري ما هتجوز بالطريقه دي. امال انت شايفه ايه؟ شايفه ان احنا نروح نزورهم يا مامي عادي جدا، ولو طلع عنده مشكله انا ممكن اساعده. يا حبيبتي يا عقله. عين العقل.